كيف شفتوا المقابله في الاول مشينا نمشيو بواحد الريتم عالي واللي دخلنا في الشوف لحظه الاخيره ديال المقابله فعطانينا بعض العياء اللي كيف شفتوا ما ارتحيناش ما كانش ميم با 17 ساعه باش لعبنا لو دوزيام ماتش بان لنا بعض العياء ولكن الحمد لله بالخبره ديال اللاعبين ولا ديال الكوتش سعيد بوزيدي عرف كيفاش يوظف اللاعبين في فرقات الملعب. الحمد لله قلنا الكلمه ديالنا وفزنا بمقابله. دابا خصنا نساو هذا الماتش هذا دوما اون غين لابيغ كيف كنقولوا اون غين لابيغ درنا ليسونسيال وصلنا لا فينال غادي نديروا ما في جهدنا باش ما نخيبوش هذا الجمهور ديال فريق صالحون ونخليوا ليه البطوله ديالو في مدينه السالم. الحمد لله احنا يعني نعتبر عملنا جيم مش وحش بس احنا عندنا احسن يعني طبعا الماتش كان صعب وضغط جماهيري وسلع الماتش على ارضها بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. استفادة كويسة جدا احنا بقالنا سنين كتيرة ما بنشاركش قدرنا نشارك المرة دي وان شاء الله السنين الجاية نفضل مستمرين في المشاركة. الحمد لله البطولة طبعا كويسة جدا وحلوة جدا وتنظيم رائع. نتمنى ان هي تتعامل بنفس التنظيم في السنين الجايه بعد كده. عنده لاعبين محليين كذلك جيدين اللي فريق اللي كيسجل عدد كبير من النقاط. نتمنى على الله باش اننا حنا نكونوا في الاداء ديالنا والعطاء الجيد ديالنا كمجموعه كاملين باش يمكن لنا نخلقوا ليه مشاكل في الدفاع وفي الهجوم. وإلا كنا ان شاء الله في المستوى حاولنا اننا نكونوا في الدفاع احسن من اليوم ولا بحال اليوم كنظن غنخلقوا ليهم متاعب. نتمنى على الله باش ربي يوفقنا ونفوزوا بهذا اللقب اللي مدينه سلا في حاجه اليه وكره السله المغربيه وكذلك هاد اللاعبين هادو في حاجه لهذا اللقب.